نتوجه بأسئلتنا أيضا إلى أوكرانيا أو أحد المسؤولين من أوكرانيا، وهو القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة السيد روسلان نيتشاي. سيد نيتشاي، تحياتي لك وشكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة وفي هذه التغطية. مساء الخير، أشكركم للدعوة. طيب سيد نيتشاي، يعني في الأخبار الأخيرة أو في التطورات الأخيرة، أوكرانيا اليوم أعلنت حالة الطوارئ وأعلنت تعبئة عامة لجنودها وجنود الاحتياط كمان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما. أي خطر تشعر به أوكرانيا في هذه المرحلة؟ نعم، ده رد من الجانب الأوكراني عشان أمور فعلة روسيا في الأسابيع الأخيرة خطيرة جدا، وخصوصا الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين دونباس ولوغانسك. ده شيء ضد القانون الدولي، يعني أريد أن أقول بس كل التطورات من جانب روسيا ده ذريعة، ولو نحن نتكلم لو نحن هنرجع إلى السنة 2014 نحن نشوف ما كان أي كلام ورغبة من أوكرانيا ولا كلام بخصوص انضمام إلى الناتو. وفي سنة 2014 كان الموضوع انضمام أو توقيع الاتفاقية عشان التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وده شؤون اقتصادية وشؤون مستوى رافع والاقتصاد الحر، وما فيش أي علاقة للناتو وحلف أطلسي والدخول أو لا الدخول، وده بس الكلام، وده اختلافات الجانب الروسي. طيب، ولكن في هذه الجزئية أوكرانيا طالبت أكثر من مرة على لسان الرئيس زيلينسكي، حتى في الأيام القليلة الماضية كرر طلبه بالانضمام إلى حلف الناتو. روسيا من وجهة النظر الروسية انه وضع، يعني كل طبعا دولة لها الاستقلال الخاص بها انها تنضم الى حلف او الى منظمة، ولكن روسيا من وجهة نظرهم هم يشكون من انه يعني لا يوجد اتفاق بين الروس وبين الحلف في عملية وجود سلاح حلف الناتو على الحدود مع روسيا، مما يهدد الأمن القومي الروسي، هكذا يقولون. موضوع الرغبة في انضمام حلف الناتو، هل هي ما زالت مطروحة بعد كل هذه التطورات؟ وهل ولماذا الجانب الأوروبي أو يعني ممثلين في حلف الناتو لا يرغبون في ضم أوكرانيا على الصعيد الآخر؟ أكيد انضمام أوكرانيا في الوقت الحالي في ظروف حالية إلى ناتو ده مسؤولية، بس لو نحن هنشوف إلى الخريطة في دول أعضاء التي أصبحت أعضاء شاركت أو انضمت إلى ناتو في السنوات الأخيرة، في دول بينهم دول البلطيق ومثلا بولندا، وما فيش فارق كبير بين الدول أنا ذكرتهم والأوكرانيا عشان مسافة إلى روسيا. ولو بتكون موجود أسلحة الناتو على حدود دول البلطيقية أو بولندا أو أوكرانيا ما فيش الفارق الكبير، بس بخصوص الطلب الأوكراني أكيد لو نحن نتكلم عن الجيش الروسي من المعروف الجيش الضخم مع الأسلحة الحديثة، وأوكرانيا كدولة
عايزه المساعده والدعم الدول الشريكه والاصدقائنا في العالم كله، في الاتحاد الاوروبي، في امريكا، في اسيا، في الشرق الاوسط. ونحن هيكون مسرورين ومتشكرين جدا لكل شركائنا والاصدقائنا، وبينهم اكيد جمهوريه مصر العربيه، لدعم واضح ودعم فعلي لأوكرانيا في الوقت الحالي، عشان من إحنا فاهمين عواقب الإجراءات الروسية سوف تؤثر على سوف تؤثر سلبيا إلى كل الأحياء الحياة، وبخصوص الاقتصاد. مثلا نحن نصدر إلى مصر نعم. حبوب وقمح وذرة، والحالة الموجودة نعم. دلوقتي طيب تؤثر. سيد نيتشاي، أتحدث هنا يعني عن الدعم الأوروبي والأمريكي، وما الذي وعد به الأوروبيون والأمريكيون بخصوص دعم أوكرانيا؟ هم يدعمون في الظروف الحالية بالعقوبات، كله عارف تم رفض العقوبات، ممكن نسموها الدرجة الأولى لروسيا وكبار المسؤولين الروس والبنوك والبيزنس والسياسيين وأعضاء البرلمان. يعني مفروض يجي الضغط بالدرجة، مستحيل فرض العقوبات قوية وشديدة من البداية، عشان مفروض يكون طريق مفتوح للمباحثات. وإحنا كدولة وشركائنا نحن نتركز ونحن نفضل حل هذه الأزمة مش بالطريق العسكري، بس بالطريق السياسي والدبلوماسي. طيب هو ونحن قبل أن تنفجر هذه الأزمة أو تطفو إلى هذه المرحلة، كان هناك حل سياسي متمثل في اتفاقية مينسك. روسيا تتحدث إنه بنود اتفاقية مينسك لم يتم الالتزام بها ولا من أوكرانيا ولا من الدول أو آلية العمل اللي كان مفترض إن هي تعمل على تحقيق هذه الاتفاقية وتحقيق بنودها، اللي هم فرنسا وألمانيا وأيضا منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. لماذا من وجهة نظر أوكرانيا لم تنفذ بنود مينسك، إذا كان إحنا أو الأطراف جميعا ترغب في وجود تسويات سياسية؟ أكيد إحنا نهتمون في تسوية بالطريق السلمي والسياسي، وكان اتفاق مينسك، وإحنا كنا نجتمع عدة مرات عديدة ضمن في إطار اتفاق مينسك. بس بعد الاتفاق باعتراف بعد الحل باعتراف استقلال الدول الجمهوريات دونيسك ولوغانسك، من الأكيد دمرت روسيا طريق مباحثات من خلال اتفاق مينسك، وما فيش احنا مش شايفين فرصة باستمرار المباحثات في إطار اتفاقية مينسك، عشان روسيا دمرت هذا الطريق وهذا السبيل من خلال القرار الأخير اتخذت رئيس روسيا ودوما. طيب من وجهة النظر الروسية وعلى لسان سفير روسيا في القاهرة، هم يقولون إنه يعني لم يتم تحقيق أي تقدم في هذه الاتفاقية، اتفاقية تعود إلى العام 2015.
وان وحتى الان يعني بقيه البنود او اغلب البنود او كل البنود من وجهه نظرهم لم تنفذ، بالرغم من التزام الاطراف جميعا بتنفيذها، بالاضافه الى الدول التي رعت توقيع هذه الاتفاقيه. لم يتم تغيير الدستور الاوكراني، لم يتم وضع خاص للاقليميين دونستيك ولوغانس. إذا من وجهة نظرهم إن هو ده اللي يعني أشعل الأزمة في الإقليمين، ودعا إلى إنه الرئيس بوتين يعترف باستقلالية دونستيك ولوغانس. لا بس نحن لازم نعرف، عشان دونيسك ولوغانسك ده أراضي الأوكرانية المعروفة بالقانون الدولي وكل المجتمع الدولي، ده مش دول مستقلة، مش دول الأراضي، ده كان دول أوكرانية محتلة مؤقتا، احنا أكيدين عشان ده شيء مؤقت، وبعد حلول الوقت سوف ترجع الأراضي المذكورة إلى أراضي الأوكرانية. بس تاريخ، أنا متوافق معكم عشان كانت تاريخ مباحثات صعبة جدا، عشان اتفاق مينسك كان عندهم شيء إيجابيات وشيء سلبيات، وده تاريخ المباحثات. بس لو كانت مباحثات غير ناجحة أنا مش أكيد، عشان ده مسؤولية الجانب الأوكراني، عشان كانت عدة الجانبات في المباحثات، ونفس الشيء ممكن أتركز عشان الجانب الروسي أحيانا هي كان صعبة للموافقات، عشان موجود الجيش الروسي والجنود الروسي، ولو حد مثلا في الحالة مع جمهورية قرم مثلا جاءت انتخابات هنا تحت مسدسات والرشاشات والبندقيات الروسية، ويعني صعب عمل انتخابات صحيحة والديمقراطية تحت الأسلحة الأجنبية. يعني تقول انه تعذر تنفيذ بنود الاتفاقيه من وجهه النظر الاوكرانيه لانه كانت الاوضاع الامنيه، هذا ما فهمته منك، كانت متوتره ولا تسمح تمام. بتنفيذ الاتفاق. طيب خط الغاز الذي الروسي الذي يمر بالاراضي الاوكرانيه، ما هو مصيره ووضعيته الان؟ لازم نحن نقول عشان موضوع الغاز ده وسيلة اقتصادية من خلالها تضغط روسيا على من الأول إلى أوروبا كلها، إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر دول بينها ألمانيا وفرنسا، وأكيد على أوكرانيا، عشان إحنا دولة لترانزيت يعني لمرور الغاز الروسي لأوروبا، وأكيد روسيا بتستخدم ده كوسيلة التجارية للضغط على كل الدول المذكورة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد روسلان نيتشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، شكرا جزيلا لك. أشكرك.